الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. أما بعد، ولا ليال ما أنت وحين كهلنا قلب كسابسا استغفارته يون إله سبحانه وتعالى دم داف لويدستو إيو قفك دنوبة أو سمين يوت إيو وحيالها أو إله سبحانه وتعالى أو كحر من قفك أو سمين قفك وحو سمين يو وحيالها إنو إله سبحانه وتعالى دم داف ويدستو أين ما أنت كهلنا. إلهي سبحانه وتعالى وحوري إلهي سبحانه وتعالى وحوري والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ذاتك إيمانك له إيمان ونكسن إصغوا وكشا كان إلهي سبحانه وتعالى أيا وحوري كوا سمايا فاحشة أما نفتو ذا ظلمية أو كدلمية ذنوب يو معاسي يو فسقي يو وحيالها ستتكاس ذكر الله إلهي سبحانه وتعالى بحسان مركو كوات إلهي أي حسانه إلهي سبحانه وتعالى أي ذكر جيسا أي كدغان فاستغفروا لذنوبهم كذب إلهي سبحانه وتعالى مركو حسان وحي إلهي دم بداف كوي ديستان دم بيدي أي سمايين ومن يغفر الذنوب إلا الله الذنوب تا يا دافا إذن إلهي سبحانه وتعالى أهين إذن إلهي سبحانه وتعالى أهين ذنوب ما دافتو ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون كوا مؤمنين تا إلى غشا كان يو وإلهي سبحانه وتعالى عاسيي هدنا دنب داف إلهي وديستي هدنا وحا أي سميانيان وإلهي سبحانه وتعالى خلاف كيس أهيو إن أي ذنوب تا أي سميان مسي دائما أو معناها ذنوبتن إيجو أود وحا أيهين يوين إلهي سبحانه وتعالى لغفو غانا يوين إلهي سبحانه وتعالى قفك أوقو عرانا يوغو أوك سيدا وليب أوك تيما سميانا يان محايا لي قفك وناكسن مدون يوينو إلهي سبحانه وتعالى إنو إلهي أعراض مدون يو مركان قفك استوى وحالة دون يا دنب داف إنو ليماتو وإلهي سبحانه وتعالى دنب يقوك قلي أوران إلهي سبحانه وتعالى هبينك سلاة ليلك أما حلية الدعاء لأجيبو قعمها كر أتاقو وإلهي سبحانه وتعالى أوديستو دنب داف أيا لدون يوي مركان إلهي سبحانه وتعالى وكتب دنب داف يا ولو توبة النصوحة مركا لتمادد توبة داس وناكسن إيه دمايستيران مركا لتمادد وطوبة النصوحة نوحاوي تقفك الدنوب تأو سميني إنو كتابات كانو مرتبة ونو كنقن شروداهاس أيا لوديغا شرودا إلا دورا إلا يا أفر ميلاهاس أيا لوديغا مركا رقفك الدنب تأو سميني وإنو كتابات كانو ديب دبا وغنقن مركا لباد وإنو كعرودا إن دمبيغاس وإنو إن معناها نعا إنو مر لبات كنقضا وكعروضا دمبيغاس مالميه وسو سمينيه إنو كعروضا يإن حقي بلا آذن هدو يهي حق بلا آذن إنو قفكن وكهيستي وإنو اسكعليا معناها كوف ربضان بارك سايو ما تولن إداد كوحو دي بيك قادان يانو وحيالة فربضان وإداد أغوانا أو مساكينا أما داد كلاو بلا آذن كاميدا إن أي دعان وحودا هدنا ما تولن استغفر الله بكلين وحن وإنت إن معناها إن قفكي لها أعلسة مركا قفكي لها أعلسة أي أيوة إلهي سبحانه وتعالى سلاس أي أيوة توضك أقبليا مبهن معناها إنت إلهي دمداف ودستد أتراد إلهي وحسن سوقاتي وحاس إقد دمداف وحسن معناها هايستا مبهن أوكلي لكيسا وحاو بانتهاي وحي هايستي قفكي لها أعلي بس هذا تنادي وحوم السوق هذا أما وحي واسكع اللي سوي مركان التوبة تسأل دون يا إن الله سبحانه وتعالى لو يدستوت ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما قفكي ذنوب سمايا ونفتي الظلمية وحيا لها معناها إن حارانتا سمايا وإله سبحانه وتعالى تم داف ويدستا إله سبحانه وتعالى وحوكه ليا تم داف وإله تنبيغا وأدافيات وإله سبحانه وتعالى معناها تنبيغ ذنوبتي قفكاس وقال إسلام ركب إلهي وقودا في يويت نبي صلى الله عليه وسلم حجري من لسم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب نبي صلى الله عليه وسلم حديث كان وحديث سدع وقالسا
macnaha dadku xadiisadan oo kale uu jecel yahay inuu dhegaysto uu maqno maqlo maxaa yeelay dadka dee waxaa ku abuuran inay wax dalbaan soo maaha markaana wax kasta oo faraj iyo khayr iyo wanaag uu kulansaday dadku waxay jecel yihiin inay waxa u ordaan marka xadiiskan wuxuu ku fasilayaa ama ku cadeynayaa ama ku siinayaa fadliga ku jira istikfaarta in la badsado ama qofku istikfurlaha inuu badsado intuu soo qaato intuu hadduu weyn yahay intuu tusbax soo qaato ama hadduu qof weyn yahay intuu tusbax soo qaato uu istikfurlaha badsado ama hadduu qof dhalinyara yahay uu awoodi kara in uu afkiisa iyo gacmihiisa ka tusbixsado in badan iyo in badan markaana qofkaas fadliga ay leedahay ayuu ilaahay subxaanahu watacaala qaar ka mid ah ayuu nebigu sallallahu calayhi wasalam maanta inoo sheegaya fadligeedu way fara badan tahay istikfaarta istikfaarta fadligeedu aada ayay u fara badan tahay laakiin wax ka mid ah oo qofka ku filan ayaa ilaahay ayuu nebigu sallallahu calayhi wasalam wuxuu inoo sheegaya malaasiman istikfaar qofkii istikfaarta laasima ah oo ficliyan yacni dunuubta uu sameynayo ka toobad keena macnaha dunuubta uu sameynayo ficiliyan ka toobad keena qawliyan ah qawliyanna uu qofku dhaho oo markastaba uu ku dhawaaqo astaqfurullah astaqfurullah uu ku soo celceliyo qofkaas markaana qofka istaqfurullah dhaha digrigaas astaqfurullah badiya markaana qofkaas dee qofkii laasima istiqfaarta laasima weliba waxaa laga wadaa ama waxaa soo gelayaba dee kan afkana wuu ka leeyahay ficilkiina wuu ka sameynayaa afkana wuu ka leeyahay astaqfurullah buu dhahaya ficilkiina wuu ka sameynayaa dunuubtuu galo islamarkiiba wuu ka soo noqonayaa mid dembigii ku jiraya maaha dee maaha qof macnaha dembigii intuu ku jiro isagoo sameynaya haddana astaqfurullah astaqfurullah dhaha kaa laga hadli maayo kaas isagu kumanaan dembi wuu ku dhacay isagu wuu ka sii daran yahayba kaas markaana qofkii macnaha dembigii wuu ka soo noqonayaa afkana astaqfurullah buu ku leeyahay ficilkiisana wuu ka tegaya qofkii astaqfurullah ficiliyan iyo qowliyan daa'ima jacala allaahu min kulli diiqin makhraja qofkaas wax kasto macnaha wax kasto diiq ah oo qofka macnaha ku dhega oo qofku uunan macnaha waxaan ka baxsan karin ama wax kastoo ciriiri ah ilaahay subxaanahu wa tacaala muxuu uga sameynayaa makhraj iyo meel uu ka baxo ayuu uga furayaa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaas wuxuu sameynayaa waxa qofkan ku ciriirtoomay iyo qofkan macnaha diiqa iyo hawsha adag u dareemayo meel ayuu uga furayaa faraj iyo waasac iyo waxaan uu u fududeynayaa saas ayuu geliyaa weye markaana diiq macnaha qofka marka hore waxaan cidhiidh ayay ku noqonayaan ciid ayay ku noqonayaan khasab qofkan ciid buu dareemayaa maha lagama wado qofku haddii ma garanaysaa markasta makhraj inuu iska helayo makhrajku muxuu yimaadaa qofku markuu diiq ku dhaco markaana qofku markuu diiq ku dhaco ama noloshu ay waxyaalo ay ku adkaadaan ama deymo farabadan lagu lahaado ama macnaha dulmi iyo wax lagu sameeyo ama uu waxyaalo farabadan uu waayo ama waxyaalo farabadan oo nolosha ka mid ah diiq noocu doona ha ahaado waxyaalahaas uu qofkaas macnaha ee haystaan ee qabsadan hadduu istikfaarta laasimo oo camalkiisa ka shaqeeyo uu wanaajiyo oo uu dhaho aniga meelkee lagama soo gelin camalkayga layga soo galay sida dadkii hore ay dhihi jireen maxaa yeele dadkii hore waxay eegi jireen camalkooda qof kastaba hadday dhibaato ku dhacdo wuxuu dhihi jiray war aniga camalkayga layga soo galay bal camalkayga aan iska eego markaana sidaas weeye markaana qofku waxaa la doonayaa waxyaalaha kale ee maalayacniga ee meelaha dhibaatada ee kaga imaanayso inuuna ku mashquulin laakiin inuu ku mashquuliyo camalkiisa inuu hagaajiyo camalkiisa inuu u hagaajiyo maxaa yeelay ilaahay soo nabiga maxaa yeelay kuwii taabiciinta salafkii waxay dhihi jireen qofkii hagaajiya waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo isaga u dhexeeya qofkaas ilaahay wuxuu hagaajinayaa waxa isaga iyo ummadda u dhexeeya markaana haddii adigu xiriirka kuu dhexeeya adiga iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii hagaajisid ilaahay subxaanahu wa tacaala xiriirka naftaada kuu dhexeeya iyo ka ummadda idin dhexeeya ayuu hagaajinayaa markaana markasta waxaa la doonayaa adigu undur nafsak naftaada eeg
ونفترض أن إله سبحانه وتعالى أمر كيسا ينواهي ديسا يوحيا لها وقفك أي كربتي وكربي قفك أن ميل وكتاك تغني هاي وإنو إيغا معناها الدين تيسا ميل وكتاك تغني هاي وإنو إيغا لكن ما إنو ملف ملف كلا وكفكرو وحارك ساقف با حول با قرعسا أما إله سبحانه وتعالى ويمتحامي أما شيء أيا كوي منيا هادو قفكي برور بقبسانا يو ما تولن آموسيما يو وحي بوك شاكينا يا ما تولن بودبوديا معناها وحن جر إيه دباتدا أيا لوين إساو اسمو أغا أما ما أرقا يو كونكا أوامر وإله سبحانه وتعالى وخلافه يو كونكا وحيالوت يو كونكا أوامر وإله سبحانه وتعالى أمري وخلافه يو كونكا دنوب ملايين دنوب وقلع يو إساو ما أرقا يو قفكا اسمو أرقا يو لكن دباتدا يردي إله سبحانه وتعالى تابسي وكو حسوسينا يو عمل كيسة يو نفتيسة يو إنو يستاهر يو أما أو ميل سراء وقو قاضي يو أيا وحوها يستاوح قلي ما ترون وحي بالوين عليا مركان قفك سيدي سوى إنو نفتيسة إيقا ماها إنو معناها ماها إنو كفكرو وحيالا قلي مركان النبي صلى الله عليه وسلم حير استغفار تقفك لاسمة إلهي سبحانه وتعالى مخرج أيو أسمينا يا أو مخرج أيوسينا يا مخرج كنا نضيقنا وحوي يقفك ضيق مكو قبصلا أو مخرج إيمات ووحق استوى وقفك وكعبنا يا أبو هذا وحنك هذا وحن بكعبنا تسمها وحس وحدنا هذا بل هذا الأن هذي اللي يقوله قفك هذه مشكلة هاي ستة أما قفك لا مشكلة حسن هذا المركو اللي يقوله تمركو هالله قفك سو دباته أن أيو شجنا يا سماه مركو دباته وشكته قفك سو حاله قده يا هذا بدي بعتذر استغفار تعالى لقبها ومن كل هم فرجا همي كستبنا إلهي سبحانه وتعالى فرج أيو أسمينا يا يو تهمي جاس قفكو وقدر القاضي يا إلهي بوسكي سنو حقوق لنا يا سرور يا فرح يا وناك يا أن فرحات يا أن نشاط يا فرعونيتا في فرعونيد يا وحيا لهس أيو حقوق لنا يا همي جنا همومتا وحا أقوين وحوي وهموم الدنيا أما هموم المعاصي والذنوب قفكو همي جاو هايستا أما همي قبصلا وح أقول وحوي وهمي مع سيد قفك سوق كهرو مع سيد وهمي يو والول يو وحياله قفك معناها كل جيو قبصنا يا أي حمبار سنت هاي قفك مع سيد أبم بحه ده وح أركس إيشو همي يو والول يو مرقو وش كسرني هاي مركانا وح أقول هديت هاي مع سيد همي جيسا همي جو أقول هديت هاي وح وقتا استغفار تايا كبحسا دونوت هذا إله سبحانه وتعالى وست استغفار طلب وإله سبحانه وتعالى أنق وعباده وإله سبحانه وتعالى لحليد هل كاس آياتك بحثا ورسقه من حيث لا يحتسب قف كاس إله سبحانه وتعالى حكو إرساق يا ميل أنن حساب سنين ميل أيو إله سبحانه وتعالى وحقاسينا يا إرساقدنا ماها قفك إساقو فريا إن سمد اللغة صدى ديو الدهب إيو دايمن إيو اللعاق إيو وحيالها اسمها إرساقدو وحوي إنو إله سبحانه وتعالى وقصيوه ميل او دونا هكاسيو اما هدو دونا ادقو عمل ان انا سمين او شقيسان هكوسيو اما عمل قفكن هلوغوسيو اما هدو دونا قفكن هلوغو يرساقو عافمات او قفا حنوسان ايا الهي سبحانه وتعالى حنوكم حوغل يدا وداس يونو استاوى يو افوضيان ايا مركان حوكو يرساقي حوكو يرساقي قفك اني داوى او قاتو ايوكو يرساقي مركان الهي سبحانه وتعالى سيداس ايوكو يرساقي او سيداس ايو ارمها وهو افوضيان ايا اما دادكو حوكو قيب سمان لبو اما ميد مبتلي ودي دب ما تا لغا يابا انو ديباتوين كعبانيو اما ميد معنها في حالة الرخاء كجرة حالة وناكسن وعافمات ويو وناك وناك له مركان قفكاس هدو حالة وناكسن كجرو هرتوا فرصد وانو انتا قرقورتا استغفارتا بديا هدو او بديو كيد ايه اونا قنسا وحو صوبرتاي وكسو طبعاي ومعناها لسو قبصدي ايه اونا قنسا هدو مركي بلايه دو كدعه كدعه بلايه هدو اله سبحانه وتعالى كسو قفك سوحا دو اما وحا فضوط بلايه لس انو كبت بادو ايه فضوط اما قفك مكرنسا ان هدر ان دباتوين كجرة استقابا اوغو حق لكاس انو معناها استغفارتا بديو استقابا امودان محايل استقاب بلايه يو دباتوين كعبانيا مركان قف
qofkaas ee ama qof kastaba oo mujtamaac kamid ah waxa la doonayaa inay istighfaar tabadiyaan in Ilaahay subhanahu wa ta'ala istighfaartiisa ay badiyaan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala damidaaf la weydiisto maxay leey adunyadu waa mataacun qurur kabigeeduba waa haweeyeed waxa weeye waa alaab yar oo lagu raaxaysto aan waxba ahayn waxa weeye siinada iyo quruxda adunyadu qofku waxa la doonayaa inay na qaadin oo uu samro oo adunyada inuu u jara la doonaya oo samir iyo istighfar uu ku jaro oo qofku intu iska istighfar Soomaalinti malaayiin iska istighfarso waxa laga sheegaa gabadh ama islaan istighfarsan jirtay maalintii waxa la dhigi jiray 12,000 istighfar ayaa akhrin jirtay markii akhrin jirtay ayaa dhimatay markay dhimatay markii qabrigii loo dhawaa ayaa waxa la jiray jinaasadeedii ba iska fuudatay isla markii ba way fuudatay markaa barigii hore ee jinaasooyinka waa la qaadi jiray markaan way fuudatay jinaasadii ba iska fuudatay fudayd hadda waxa la arkay iyadoo qabrigii la taagan yahay sidii qof aan waxba sidina oo kale markaan istighfaartu qofka aan badiya macnaha wanaaga iyo farajka iyo waxyaalaha uu dhaxlayo ee taariikhda aad beego buuxda markaan qofku waa inuu badiya istighfaarta aad iyo aad u badiya insha Allah ta'ala wanaag iyo khair ayaa ku jira markaana istighfaartu hamigaas iyo waxyaalahaas ay xambaarsan tahay adduunyadana waa inaa istighfaar ku jirtaa istighfaar ayaad ku jirtaa markastoo aad dambi dambaabtid istighfaar ayaa la imanaysa adduunyadu waa sidaas ayaa lagu jiraa adduunyada waxaa lagu jiraa een macnaha samir iyo istighfaar ayaa lagu jiraa markaana isaas oo kale mid een dadkii cibaadaha ay cibaadeysan jiray oo wanaagsana kamid ah ayaa nimbay safar isla soo galeen safarkii markay isla soo galeen ayaa wuxuu ku yiri way haraadeen iyagoo safar ku jira oo magaalo u socda oo lugeynaya ayay haraadeen markay haraadeen baa nimbay isiri waxaad ka cabtaa ninkii labaad ee la socday ninkan Bishir Xaafi ninkan waxaa la dhigi jiray Bishir Xaafi ayaa la dhigi jiray caan buu ahaa een wuxuu een macnaha cibaadada iyo wanaagga iyo waxyaalahaas ayuu caan ku ahaa markaa ninka la socday ninkii kale labadiin nin markay haraad u qabtay ayaa ninkii baa wuxuu yiri waxa iska waxa cabtaabiyo eelkan biya cab saw wuxuu ku yiri Bishir Xaafi ayaa wuxuu ku yiri iska samir inta eelka ku xigo aanu gaarno hadhow buu soo kaxay eelkii markii loo dhawaa oo doonay inuu iska ka cabo ayaa wuxuu yiri samir eelka kale intaynu gaarno way hay buu yiri sidii bay ku raaceen sidoo marba eel ugu wareejinayay oo ku dhahay iska samir ceelka ayaanu gaana ba markii magaaladii la galay ayuu yiri hadaba hadeer cab magaaladii markii loo jiray in yar ayaa wuxuu yiri hadaba suug waayahay magaalada ka cabsayay ceelkii way iska soo dhamaadeen magaaladeenu ka cabanaa iska jug hadhow ayaa wixii gaadheen magaaladii hadhow ba wuxuu ku yiri hada sidaasa waxaa loo gooyay adduunyada sidaasa loo jaraa sida nafta u samirsiinaysid oo amarba meel ugu samirsiinaysid oo amarba meel u wadid oo aad wax kastaba ay hesho aad tiraahid taas qaado oo aad bishan markaas soontid oo aad tiraahid sanadka soo socda soonteeda insha Allah ta'ala baan sugaya oo sanadka soo socdaan sugaya 10 sano soo socda ayaan waxa sugaya wax khayr ah waxaan xaji doonaa insha Allah ta'ala mar saddexaad iyo mar labaad sanadada soo socota sanadka 5 sano kadib baan xajka afaraad iyo xajka shanaad baan ayaan xaji doonaa oo marna ku noqon doonaa sida nafta sida u leedahay oo aad u leedahay ayaa marka dambe ku goynaysaa oo dii ku dilaysa ama qabrigii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala geenaysa iyadoo naf wanaagsan ah marka adduunyadan istighfaar ayaa lagu jiraa istighfaar ayaa lagu jiraa oo day istighfaarta aad iyo aad ayaa loo badiyaa markaana waxaan leenahay qof kasta waqti uu helaya oo ku istighfaarsado uu helaya markaana qofku inuu istighfaar qabsado oo xitaa saacad kaliya uu u sameysto saacad kaliya haduu sameysto qofkaasu taa wuxuu istighfaarta wuxuu sameynayaa wax aad iyo aad u badan wax aad iyo aad ayuu u badan ayuu sameynaya markaana xadiiskan ayaynu ku joojinaynaa oo ah man lasima alistighfara ja'ala Allahu lahu fi kulli dhiqin makhraja marka xadiiskan oo kale qofku waxa la doonayaa inuu meel ku qorto oo qaybo ayaa la doonayaa siduu istighfaarta u badiyo faa'iidooyinkeedana u helo intaas ayaynu ku soo koobnaa wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh